نتكلم في هذا الفيديو التعليمي القصير عن كيفية قراءة قيم تي وإف الجدولية من الجداول الإحصائية المتوفرة في نهاية كتب الإحصاء. نتكلم في البدء عن جدول توزيع تي، وهذا الجدول كما موضح أمامنا يتألف من مفتاح أفقي في أعلى الجدول يمثل لنا مستويات المعنوية المتاحة في الجدول، وفي العلوم البيولوجية نهتم فقط في مستوى معنوية 0.05 5% و 0.01 1%. العمود إلى جهة اليسار يمثل لنا درجات الحرية للخطأ التجريبي Experimental Error. فإذا أردنا قراءة قيمة جدولية لتي نقوم بتقاطع مستوى المعنوية للاختبار اللي موجود طبعا في أعلى الجدول، أما 0.05 أو 0.01، مع درجات الحرية للخطأ التجريبي اللي هو موجود في العمود الأيسر، وبعد ذلك نقوم باستخلاصها. لنفرض أنه كان لدينا درجات حرية 7 وعند مستوى معنوية 0.05 5%، إذن ستكون القيمة لقيمة تي جدولية 2.36. أما عندما تكون عند مستوى 0.01 1% ستكون 3.49. أما جدول F فيتكون من المفتاح الأفقي في أعلى الجدول ويمثل لنا درجات الحرية للمعاملات treatment، بينما يكون المفتاح العمودي في أقصى يسار الجدول يمثل لنا درجات الحرية للخطأ التجريبي، لاحظ 1 2، وفي كل مستوى من هذه المستويات توجد 5 مستويات معنوية، ونبقى احنا مهتمين فقط ب 0.05 و 0.01. اذا رغبنا في تحديد قيمة F الجدولية لدرجات حرية للمعاملات 5 ودرجات حرية للخطأ 2 عند مستوى 5%، نجدها ستكون 19.3. وعندما نرغب في الحصول على مستوى 1% 0.01 ستكون بتقاطع 5 مع 2، ولكن عند مستوى 1% فسيكون 99.3. نستخدم قيم F الجدولية tabulated F في نهاية التحليل الإحصائي للأنوفا تيبل، لأن الأنوفا يعتمد في قراراته على المقارنة ما بين قيمة F المحسوبة calculated F وقيمة F الجدولية اللي تؤخذ من الجداول الإحصائية. نلاحظ هنا التقاطع سيكون ما بين درجات الحرية الخاصة بالتريتمنت واللي هي موجودة في أعلى الجدول مع درجات الحرية اللي خاصة بالخطأ التجريبي Experimental Error اللي هنا 12 واللي هي موجودة في أقصى يسار الجدول. فهنا تم اقتطاع الجدول فقط لغرض الإيضاح. التقاطع ما بين درجات الحرية للمعاملات ودرجات الحرية للخطأ عند مستوى 5% ينطينا 3.49، هاي الثلاثة اللي تمثلين درجات الحرية للمعاملات، وهاي الـ 12 اللي تمثلين درجات الحرية للخطأ وعند مستوى 5%. أما إذا كان الدرجة هي عند مستوى معنوية 1% فيكون 5.95. نثبت
أرقام اللي خاصة بقيم F جدولية في العمود الأخير من الأنوفا تيبل 3.49 5.95. ثم نقوم بالمقارنة ما بين قيمة F المحسوبة مع قيم F الجدولية. فعندما تكون قيمة F المحسوبة تساوي أو أكبر من قيم F الجدولية، إذن هنالك تأثيرات معنوية. أما إذا كانت قيمة F المحسوبة هي أقل من قيمة F الجدولية، لذلك نقر بعدم وجود تأثيرات معنوية. في هذه الحالة نجد أن القيمة هي تفوق قيمة F عند مستوى 1%، لذلك نقرر بوجود تأثيرات